وأما سورة الجمعة فإنها من طوال المفصل كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في صلاته، وخصوصا في صلاة الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في صلاة الجمعة، كما ثبت عنه ذلك في أكثر من حديث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لسورة الجمعة في صلاة الجمعة سنتان، فيما يقرأ في الركعة الثانية إذا قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة. السنة الأولى أنه كان يقرأ في الركعة الثانية بسورة الغاشية. روى أبو داود والنسائي عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سورة الجمعة، فقال رضي الله عنه: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. والسنة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المنافقين في الركعة الثانية بعدما قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. والحكمة في تخصيص هاتين السورتين ما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي عن الحكم عن أناس من أهل المدينة قال: كان يقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويببخهم. فالحكمة من تخصيص هاتين السورتين حث المؤمنين على الطاعة وتحريضهم على فعلها، فإن يوم الجمعة فيه عبادة عظيمة وهي صلاة الجمعة، والأفضل للمسلم أن يبادر إليها وأن يبكر في الذهاب للمسجد، وهذا فيه من مجاهدة النفس ومغالبتها وأطرها على الحق ما يشق على كثير من الناس، فالربما عجز عنه بعض ضعفة الإيمان. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة ويقرنها بسورة المنافقين. ورويت عنه صلى الله عليه وسلم سنة ثالثة في قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة، فقد ثبت عند عبد الرزاق من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة: ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهذا الحديث رجاله ثقات لولا إرسال فيه.